صراحة المكان جميل وأنتم جميلينه، متكامل، جميع المرافق موجودة، جميع النشاطات موجودة، فالواحد يحتار وين يجلس. استقبال ممتاز، تنظيم ممتاز، مشاركين ممتازين، فألف شكر لكم صراحة. يعجز الإنسان عن وصف الشعور لكم صراحة. والله يا رجل مثل ما تفضلت أقول لك، وش اللي ما هو معجبنا به؟ كله معجبتنا، لا تنظيم لا ترتيب لا المشاركين، كلهم الله يعطيهم العافية الحقيقة جادة، يشكرون عليه، يشكرون القائمين على هذا. والله إنه ما شاء الله ممتازة، وانت محلامنا، وكله لا إله إلا الله، تنظيم فوق اللزوم، ويتحيون ويتطول عماركم، وإن شاء الله يعود علينا حنا وياكم كل سنة مثل هذه وأحسن يا غالي. والله الحقيقة أنا انبهرت بالتنظيم الصراحة، يعني تحس أنه فيه ضخ جهد بشري وجهد مالي صراحة، يعني مدفوع فيه المكان منظم ومرتب، وطريقة العرض يعني الخيام وتقنيته، اللوحات، المعلومات اللي موجودة كلها ثرية صراحة، يعني فيه إضافة، فيه شيء جديد. يعني مريت على مهرجانات وشفت يعني بالسنوات الماضية يعني احتفاليات كثيرة، لكن قوة وتمكن القائمين على هالتنظيم على هالمهرجان هذا واضحة جدا الصراحة، يعني بصمة صراحة. أنا من هالمقام أرسل لهم شكر يعني. والله مسابقة هوينسات صراحة، واحد من أخويانا مشارك بفئة الجيمس، لأنه كذا فئة جيمس وفرد وكلاسيك وشافر، فصراحة هي اللي جذبتني بحكم أن يعني حب لهالمجال، والحمد لله يعني تقيمه صراحة، الحمد لله خوينا أخذ المركز الثاني، إن شاء الله عاد المسابقات الجاية إن شاء الله يأخذ الأول، فهذا صراحة اللي يعجبني، وغير التنظيم وغير يعني الأشياء متنوعة بالمكان صراحة، مكان جميل جدا. والله مهرجان كويس، وأشكر المنظمين اللي بهذا المهرجان كويس، هذه أول مرة جيته لكنه خيال. أنا جاي من القصيم، كله فعالية، يعني لا تنظيم ولا أي شيء، بغيت حاضر بغيت ماضي، كل شيء موجود، كل شيء 100%، يعني التنظيم مفروض أنه يطول أقل شيء 20 يوم، ولا هو 100%، يعني على التنظيم وشغلهم ذا، والله أشكرهم شغل جبار جبار. أنا جاي من القصيم لي أسبوعين أتردد، ولا 100% ما شاء الله، يعني تشكرون على الجهود ذي مرة بالمرة.